حينما تسمع هذا وكأنك تسمع عن شيء من الايه؟ من الاساطير. ليه؟ قال لأن الناس لا، أما في الزمان الماضي فكانوا يشعرون بذلك كثيرا، والله تبارك وتعالى ما حصر الولاية لأحد، وإنما جعل الولاية شيئا مفتوح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى حتى وصل اتقاه إلى مرتبة معينة كما سنقولها في منازل السائرين ومقامات الأولياء الصالحين، كما يقول ابن القيم رحمه الله: من الإمكان أن يرى عجبا، ولكل مقام حلاوته، ولكل مسلك ودرجة معانيه، ولذلك لا يفهم ذلك إلا من ارتقى في منازل السائرين. ففهموا يا عباد الله. إن الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول: اجعل الفاتحة رقيتك، فإذا كنت تعتقد أسرارها ومعانيها وجمال أسماء الله فيها، فإنك في الحقيقة إذا قرأتها على نفسك أو على غيرك فإن الدرء لابد أن يحدث بإذن الله عز وجل، وذلك من يقينك وقوة سيفك وهي الفاتحة، وتقبل المعيون بذلك. ولذلك يقول: فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بالضد. دفع الضد بالإيه؟ النارية السمية تأتي بنورانية قرآنية، وحفظ الشيء بمثله، فالصحة تحفظ بالمثل، والمرض يدفع بالضد. أسباب ربطها بمسبباتها، من؟ الحكيم العليم خلقا وأمرا. ولكن من يفهم هذه الأسباب مع مسبباتها؟ إن الله تبارك وتعالى يا عباد الله جعل قوانين في الكون، قوانين كونية وقوانين شرعية، قوانين وأسباب ربطها بمسبباتها. ولذلك إذا كانت دولة لا تؤمن بالله عز وجل وأخذت بأسبابها الكونية فإن الله يرفعها، وإذا كانت دولة تأخذ بأسباب العدالة مع أنها لم تؤمن ربنا تبارك وتعالى يجعل ملكها يستقر، وإذا كانت مسلمة ولكن لا عدل فيها إن الله تبارك وتعالى يخسف بها الأرض. ليه؟ قال: لأن الله قد وضع الأسباب بمسبباتها وجعل العدل ميزانا لإقامة واستمرار الملك، وهو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. الذين يفهمون السنن الكونية يعرفون ذلك ويطبقون، فالله تبارك وتعالى يرفع، لأن هذا قانون. ولذلك ابن القيم هنا يعني ما لم أجد كلاما يعني يمدحه إلا أن أقول جزاه الله خيرا، إلا أن أقول هذا الرجل من عمالقة الإسلام، هو وشيخه والشيخ أبو حامد الغزالي والإمام الشافعي أئمتنا، ولو أن المسلمين رجعوا إلى هذه العقول ودرسوها جيدا لوجدوا كثير، لاستغنوا عن أشياء كثيرة يحسبونها علما وما هي إلا سراب. علماء، حتى الشيخ ابن القيم هنا كما سنأتي يشرح كتاب منازل السائرين لأبو إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل الهروي ده شيخ الصوفية، والشيخ ابن القيم رحمه الله يشرح كتاب وهيتكلم عنه في طيات كلامه. لا نقول إن دول كذا ولا دول كذا، لا، إحنا نقول خذ منه وخذ منه وخذ منه،
لكن هناك أئمة في تراثنا الإسلامي لا تدرس، لو لا يدرس تاريخهم إلا شزر مزر شزرا، ولا يعتنى بكتبهم في الحقيقة إلا القليل، لا يعتني بكتبهم إلا القليل. وهذه عقول، أنتم أخذتم موازين الآن ولا ما أخذتوش موازين؟ موازين، كل ما بنتكلم موازين، صح ولا لا؟ تعرف نفسك يعني، تعرف نفسك. شوفوا بيقول إيه، والمرض يدفع بالضرب، أسباب ربطها الله بمسبباتها، ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقا وأمرا. خلقا يعني إيه؟ كونا. وأمرا يعني إيه؟ شرعا. المسلمون اليوم لا يفهمون السنن الكونية خلقا ولا أمرا ولا شرعا، ولذلك تجدهم فين؟ ألا يفيقوا من غفلتهم فيفهموا السبب بمسبباته خلقا وأمرا، فيحدث لهم انتعاشة ونهضة. الشيخ هنا يقول: ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة المنفعلة، فلو لم تنفع النفس الملدوغ لقبول الرقية ولم تقوى نفس الراقي على التأثير لم يحصل البرقة. ولذلك كثير من الدجالين يأتي ويقول لك أنا هرقيق ويرقي، المرض يزداد. ليه يا الشيخ؟ لأنه أصلا ما بيعملش لا يقين ولا بتاع، ده هو عاوز يعمل يعمل كده عشان ياخد منك $100. فلما ياخد $100 دي بقى نفس نورانية ولا نفس دولارية؟ دولارية. صح ولا لا؟ مش كده؟ لكنها رسالة يا اخوانا. الناس اتخذوا الدين بزنس، وهذا أمر خطير. الدين لم يكن للوصول إلى هدف في نفسك، وإنما لنشر كلمة التوحيد وتعليم الناس مراد ربهم منهم. ولذلك من فعل ذلك يفلح، ومن لم يفعل ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شيخ ابن القيم يقول إيه؟ ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى. عرف، يبقى فاهم هو بيعمل إيه، وعارف لما يشوف نعيم كده يقول لك أنت نعيم ده بيخاف من الجن مركوب، ويشوف أحمد كده يقول لك آه ده الجن، ويشوف الأول كده يشوف المشكلة. وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الايه؟ من الرقى. وتبين له ان الرقية براقيها وقبول المحل، كما ان السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه اشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن عم تأمله. شوفوا لي كمان الادب، يقول والله اعلم. شوفوا الادب يقول كده بعد الموازين، هو بيقولها كده، يقول والله اعلم. ابن القيم يقول هذا، مش الرعاع من الناس. بيقول واما شهاده التجارب بقى، خلص الحته الثانيه صح؟ الشيء الثاني احنا قلنا هو استدل بكام؟ بكم كم شيء؟ ثلاث. الاول هو ايه؟ الاول هو ايه؟ نايمين. الأول هو إيه؟ السيف الذي طلق. لا، الأول في استدلال ابن القيم على أن هذا صحيح، اللي هو حديث رسول الله، صح ولا لا؟ ما إذا أردت أن تجيز شيئا لا تجيزه بهواك ولا تجيزه بعقلك، وإنما تجيزه بإيه؟ بشرع، سواء كان قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس، أو على حسب ما تكلم الناس في الأصول علماء. فهو أول ما تكلم لم يتكلم بهذا، وإنما تكلم بحديث رسول الله، صح ولا لا؟ عشان يقول أنا ما بجيبش حاجة من عندي. وبعد ذلك يعمل إيه؟ فصل هذا الناس. بعد كده قال لي: يا أخوانا أنا بقولش الكلام ده كمان من عندي، ده حصل التجارب الأصلية علي. بيقول إيه؟ وأما شهادة التجارب بذلك، شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة،
ولا سيما مدة المقام مقام في بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة نعم، بحيث تكاد تقطع الحركة مني، ما يقدرش يتحرك، وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط الألم. جربت ذلك مرارا عديدة، مش مرة واحدة، مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وقد حدث هذا تجارب، وصدق الشيخ في ذلك، ونقول على شيء شخصي، صدق الشيخ في ذلك. إذن حينما نتكلم على أن الفاتحة شفاء، فهي شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. إن كثيرا من الناس إذا سمع هذا الكلام يقول إن الشيخ مخرب، وهؤلاء بص الدين أفيون الشعوب. أقول له أنت لا تفهم. ليه؟ لأن للكون أسباب ربطها الحكيم العليم بمسبباتها. ومن الذي خلق الدواء؟ الدواء الكيماوي، هذا الكيميائي للكحة والبتاع، من الذي خلقه؟ من الذي خلقه؟ الله، مش كده؟ مش كده؟ قال إن الذي خلق هذا، يعني جعل واحد يكتشف بتاع، حط مش عارف إيه عمل، قال الله تبارك وتعالى يريد أن يوفر عليك الوقت كله، فهو خلق أشياء مخلوقة، لكن كلامه أقوى من هذه الأشياء المخلوقة. فتستعمل المخلوقات أم تستعمل كلامه؟ كلامه، مش كده؟ لكن هل كل واحد من الإمكان أن يفعل ذلك؟ لا. هل إحنا نقول ما تاخدش الدواء؟ لا، ده أنا باخد دواء، أنا نفسي باخد دواء، لما بتعب باخد دواء. ليه؟ لأنه مسببات. لكن أقرأ الفاتحة وأقول إنها أفضل من الدواء الذي آخذه، لكن آخذ الدواء ليه؟ عشان أسباب فقط. وأقرأ الفاتحة لأني أعلم أن الفاتحة أقوى. شفت كيف؟ مين اللي يحصل لي كده؟ ابن القيم تعرف، قبل ابن القيم سيدنا أبو بكر. لكن الناس درجات في يقينهم، ولذلك ابن القيم لا يتكلم كده، لا، ده الراجل عالم فاهم اللي بيقوله. بيقول ايه بقى يا شيخ في اخر حاجه؟ ولكن خلي بالك، ولكن يكون هذا الامر بحسب قوه الايمان، وايه تاني؟ وصحه اليقين. شفت كيف الحاج اللي عمل الفيل، اللي هو عمل اللي معلق على الكتاب، شو بيقول ايه؟ شو بيقول ايه؟ بيقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن خلفاء الراشدين فعل شيء من تلك من ذلك؟ وقد جاءوا يوم الخندق حتى ربط رسول الله الحجر على بطنه ومرت به شعار اشد من ذلك. هو مستنكر ما يقوله الشيخ، معايا ولا لا؟ ليه؟ هو استدل بشيء مش في موطنه، مش في موطنه. يا رجل، أنت في غزوة بدر في حرب، والحرب لها أسبابها ومسبباتها. عشان لو حصل إن النبي في غزوة الخندق قال يا رب يا رب يا رب وربنا كشف القصة بس دون ما يحدث له هذا، يبقى إحنا في أي حرب بعد كده، حرب المسلمين بعد ذلك، نقول يا رب يا رب يا رب وخلصت القصة على كده؟ هذا عقلي؟ هذا ده عقلي؟ ولذلك لابد أن نفهم الدليل على إيه؟ كيف نسقطه على ما يفيد الدليل فيه؟ مش نجيب حاجة ونحطها على شيء غير؟ لا، ما ينفعش. إحنا متى يكون ذلك؟ يكون حينما تشعر بألم، بتعب، بكذا، مش كده؟ لكن أنت في حرب،
في الخندق. الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرا. طب بلاش، طب ما هو الخندق حصل فيه كده، ما حصلش فيه كده، حصل فيه كده لما الناس كلها ما بقتش تاكل، ما عندهاش اكل، وربط النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه اكل. جه جابر بن عبد الله، جه قال للنبي يا رسول الله يعني انا عزمك على ايه، على كده يعني معزه صغيره خالص كده، تعالى انت واربعه كمان. مش حدث هذا في الخندق؟ صح. اول ما قال له كده كان جابر بن زوجته قالت له روح قول للنبي احنا عندنا معزه صغيره، انا هطبخها وتروح تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بس والثلاثه معاه، اوعى تقول للناس كلها. لا حاضر، يعني الناس بتسمع كلام زوجاتها بتساعدها يعني. فراح، ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، فالنبي سمع منه وقال يا اهل الخندق ان اخاك قد اعد لك الطعام. الشيخ الراجل بيعلم يقول لك ما حصلش، لا حصل، وحصل اكتر من ذلك كمان. وبعدين قال لي جابر، قال له اذهب ولا ايه يعني ولا تكشف البرمه ولا تكشف ولا تعمل إيه ولا تخبز ولا اي حاجه الا لما اجي. فراح جابر لزوجته فقال لها، قالت له ها، قال لها ايش، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل الخندق جميعا احنا معدين طعام. شوف المرأة اللي هي العاقلة قالت له أقال لك النبي ذلك؟ قال نعم. قالت خلاص مالناش احنا دعوة، خلاص انتهى، ما دام النبي قال لك انت مالك انت. وبعدين ما دام النبي قال كده، وبعدين ما دام ربنا قال كده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إذا قال الله ذلك انت مالك يا أخي؟ لا مجال لأهل الغباء وأهل الإلحاد وأهل النفاق. ولذلك اشرأبت أعناق